وصلنا المطعم. زي ما تشوفوا احنا عند تشيكانو اللي هو ايش؟ مطعم ناجي القام. الحين الافتتاح باقي 10 دقائق يفتتح المقطع المطعم. فارد صلى كل الشراء كان نروح نجرب الاشياء. يلا متابعين اول تفضل. احنا دخلنا هنا الحين المطعم لسه ما فتح. زي ما تشوف فاضي. شوف الديزاين وريهم. طبعا هذا الدباب ناجي ما بعرف كيف بسوقه بس اتوقع انه بسوقه. خلينا نوريكم المنيو الحين لسه المقطع. نو جاد يعني المقطع المطعم. نجرب ما بعرف نجرب على ذوق ناجي. الصراحه هو اللي اختارنا يا شباب. طلبنا ناجي طلبنا طلبت بومباستد وما ادري ايش طلب. انت ايش طلبت؟ ايش بدكم الشباب كمان على كيف ناجي اخترنا هو اختار عربي لسه ما نزلت. طيب عربي اوكي. بدكم تحبوا الشيكن فرايد تشيكن؟ يلا شباب الحين راح نجي نجرب الاكل وبسم الله. يلا كل دقيقه وصلنا الاوردر. يعطيك العافيه اول مره اجيب صاحب مطعم يوصلنا اوردر. الله يعافيك. هذا لسه افتتاح تجريبي. لما يصير افتتاح الحقيقي مش راح تشوف خلقي. يا صاحبي يا صديقي اوكي ايش تبغى تقول لهم؟ كنت سبونسر. بحب اقول لريان بس يصير يوتيوبر محترف انا بدي اعمل له سبونسر من تشيكان. طب كيف اصير محترف؟ بس بطل تكذب على العالم. والله اني ما كذب. انا قلت لهم حقص نقطه بس. اليوم راح اتبرع بشعري لمرضى السرطان بعد سنتين ونص ما قصيت ولا مره عشان اوصل 100,000 في اليوتيوب. نقول بسم الله. اول شيء لازم تسوي عشان تبرع لمرضى السرطان اتوقع لازم نقص عند الحلاق. بسم الله. طبعاً هذا الشعر يا شباب. الحين وصلنا مركز الحسين للسرطان زي ما تشوفوا. وهذا شعري غلفناه وراح نعطيهم اياه باذن الله. وهذا خير لي ولكم. مستشفى السرطان طلبوا مني كذا على فكره. انا عن جد هم والله هم طلبوا عشان ليش كذا حلقت. هم قالوا لي ما نحتاج شعره كامل. قال لي بس قص الاطراف. قلت لهم اوكي. بعدين رحت عنده قلت لهم هذا كويس. قال لي ايوه اخذته كل باليوتيوب صورته ونزلته ريل جاب 500,000. هاي اول ريل بدون اي احد. ها سويت التحدي حقك. هاي بنبسطك. اتفقنا انا وريان على قناه بومبستك راح اسوي انا حلقه اسمها كيف تصبح يوتيوبر وراح يكون ضيف هو فيها. وان شاء الله يا ريان الله يوفقك وتصير يوتيوبر بومبستك. راح احكي مع شريكي خلي تشيكانو يعملوا لك سبونسر. احلى سبونسر والله انا. ايوه اوكي. هذا كمان ستريبس. وهذا ستريبس سبايسي. ذوق حبه ذوق. ها بومبستك لولو. يلا شباب زي ما تشوفوا ناجي وصلنا الاكل. فخلينا نجرب اول حبه ستريبس. هاي كاتشب. ايوه هاي سوسز. هذا اسمه تشيكانو صوص. تشيكانو صوص. جربوا تشيكانو. وطعميك بسم الله. الحين اول وجبه مع تشيكانو صوص وستريبس. خلاص خلصنا. اوكي والله حلو والله. خلاص جرب. اوكي عن جد تقييمكم من 10؟ 10 من 10. والله 10. الصوص ولا هاي؟ الاثنين. والله 10 والله. والله والله. 10. والله الاكل خرابي. نسيت والله شو. جريل هاوس. جريل هاوس. بسم الله. والله هو واحد. احنا نتفاعل. جرب هاي. خلاص مبين بكل. رهيب. شكرا عوان. خلصنا الاكل الحمد لله. شباب الاكل بعطيكم تقييمي اوكي؟ البرجر والستربس نمبر 1 توب 1. والشاورما او الشيء الثاني ايوه الشاورما زي الشاورما هذا توب 2. والبطاطا حلوه. واهم شيء تجرب تيجي تجرب صوص تشيكانو والله مره رهيب. وهذا كان تقييم اليوم ونخلينا نكمل اللي بعد. هذا ثاني اوردر بس راح نكذب نحكي للناس اول اوردر. اوكي ما حدا. هذا اول اوردر طلع لي اليوم. شكرا شكرا. لي الشرف اني اكون اول اوردر بتشيكانو. يعطيك الف عافيه ناجي وشكرا والله خرافي. حبيبي صحتين وعافيه. اطلع برا. والله كلنا برا. شباب ابغى اسالك كيف كان تشيكانو؟ والله كثير كثير طيب. يا حبيبي انا شرف لي افضل متابع في تشيكانو. انا مستحيل انساك طول حياتي ان شاء الله. ما تبغى تقول لهم شيء للمقطع؟ خلاص
والله دعوا لكم تابعوه وحطوا له لايك واشتراك، هاي يعني بتدعموا كتير، هو ببداياته وصل هيك مراحل ما شاء الله. اليوم اليوم الجديد عندنا شكال، واليوم افتتاح الرسمي فجايين تمام، وانا ابغى اوريكم كم بني ادم ممكن الحين وصلنا نص ساعه عشان نوصل. تعال ايش هذا ما شاء الله، هذا عشان العرض مسوي ناج 200 شخص مجاني. حندخل وجايب معانا الشباب جايين يجربوا المطعم. انت بتقول شنو المقطع؟ لايكس اشتراك قول شيء برضه لايك اشتراك قول شيء لايك اشتراك لايك اشتراك. ايه ريان هلا والله بجد لله تمام كيف حالك؟ الحمد لله والله ما شاء الله ايش هذا؟ لسه ما صارت اربعة، هذا ما صار اربعة ما تشوف ما شاء الله في اكثر من 200 شخص هنا وراح يكون اشياء مرة خرافية. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف امورك؟ تمام حبيبي كيف صحتك؟ كيف شكلك؟ والله خرافي، اين جايين نصور وكل شيء نار يسعدينك حبيبي ريان حبيبي. شباب كيف حالكم؟ الحمد لله تمام والله. كيف عرفتوا عن موضوع المطعم وجيتوا هون؟ طبعا احنا من نحب ناجي كثير من زمان واحنا بنتابعه، يعني عرفنا ان اليوم في افتتاح فقلنا لازم نيجي نحضره. وناجي صراحه من اكثر اليوتيوبرز انا بحبهم، فقلت يعني مش لازم افوت فرصه اني اشوفه يعني. الله يعافيك. من متى جايين هون؟ هسه جينا. كويس حالك ابو شباب؟ هلا الله يسعدك. متى اجيت هون؟ والله اجيت انا قبل نص ساعه بس والله شكلها الناس يعني فاشه من امبارح واجت اليوم. يعني ايش متوقع راح تدخل ولا لا؟ لا لا احنا ما راح ندخل، مين قال لك يعني؟ اجيت هون تقريبا على الساعه 1:30 واحد ونص الظهر. نكملك هسه واقف والله بس عشان اشوف ناجي بصراحه. شفته بتسوى يعني. كل شيء والله. طيب جاي عشان ناجي ولا عشان تاكل؟ والله اثنين. اوكي بس الافضليه للرجال صراحه. عليك طبعا يا شباب اليوم جبناكم مع الشيف، كل شيء تذوقوه خرافي منه. سؤال ايش السر حقك؟ السر حقي ايوه فريش برودكت. ايوه فريش برودكت. بس يعني لو تنصح واحد يسوي يصير زيك ايش يسوي؟ يشتري فريش برودكت بس؟ بس اوكي يعطيك العافية ويدير باله عليكم. يا حبيبي شكرا. اورايت حبيبي الحمد لله الحمد لله. هاوز ايفري ثينج؟ والله كله تمام، ينزل مقطع يوتيوب مع ناجي. يا يا هلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم بالشيكانو. ايوه زورونا شيكانو لانه عاد جو عاد عادي حلو كثير. كيف حالك؟ وات اب ماي جاي؟ افقعوا لا بس عليك شيكانو زبدة. شباب شيكانو احسن مطعم بالتاريخ حياهم. هلا والله وكيف كيف مرقت عن الدور يا بتكانو. يعطيك العافيه والف مبروك ناجي. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافيه. تبغى المقطع جماعه؟ ريان من الناس القليله اللي عندها شو اسمه بس يا سلام. لا شكرا شكرا ريان. كل كل مكان كنت يعني كل افتتاح التجريبي والكبير اجى علي ريان. يعني انا معاك بكل مكان عمي بي معاك اي مكان. خلينا نتصور صوره للموقع. يلا يلا اورايت حبيبي ريان. يا حسن كيف حالك؟ هلا والله كيف حالك؟ والله شو بتقول شيء المقطع؟ والله يسعد مساك وجوع خير. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. دان سلام بكره تكون فاتح؟ يس. نعمل ندعي ندعي ولا فكرت حالي ماسك دجاجة؟ وين بحط دجاجة؟ والله صح بحط شعر شكان بيدك. حط شعر شكان. اهم شيء اصبعك مش كده خلاص. خوارزميات اليوتيوب تقول لك اذا تبعت هذا المقطع هتصير سعيد.